يترقب المقيمون في أوروبا تصاعد اليمين ونحن على أبواب الانتخابات. أيام تفصلنا عن الانتخابات الفرنسية، حيث يتصارع على منصب الرئاسة أمانويل ماكرون واليمينية المتطرفة مارين لوبين وفرانسوا فيون، إلى جانب بعض مرشحي اليسار الذين يبدون بلا حظوظ في هذه الانتخابات. لنتابع التفاصيل مع غروب أحمد وللحديث بقية. مع بدء العد التنازلي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 من الشهر الجاري، تتوالى المتغيرات والمفاجآت في ظل احتدام التنافس بين المرشحين للفوز بالرئاسة. 11 مرشحاً هي قائمة المتنافسين التي أعلنها المجلس الدستوري، من بين الذين انطبقت عليهم شروط الترشح بعد حصولهم على أكثر من 500 توقيع كحد أدنى لتزكيتهم من أعضاء مجالس البلديات، أبرزهم المرشح المستقل إيمانويل ماكرون وزعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبين وفرانسوا فيون عن حزب الجمهوريين اليميني والاشتراكي بونوا أمون وجون جاك ميلانشو مرشح أقصى اليسار. ما علينا سوى النظر إلى نتائج حكم كل من اليمين واليسار منذ 10 سنوات لنوقن ما خلفت من كوارث. لذلك نحن بحاجة لمرشحين جدد، وإذا استمرت الأزمة الاقتصادية لن يكون هذا في صالحنا. تظهر الانتخابات الفرنسية تراجع كل من الحزب اليميني الذي يجهد لتوحيد صفوفه لاجتياز سلسلة الفضائح المالية لمرشح فيون وتشتت اليسار الحاكم في ظل ما يعيشه من انقسامات ازدادت تعمقاً بعد إعلان مرشحيه تأييدهم العلني للفائز بونوا أمون، فيما التحق معظمهم بالمرشح المستقل ماكرون، وكان آخرهم رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس الذي تراجع عن قراره أعلن دعمه المفاجئ لماكرون وسط اتهامات له بخيانة اليسار. رئيس الوزراء الاشتراكي السابق إيمانويل فالس يقول عن نفسه اشتراكي، وبالتالي وين المبادئ؟ يعني هو بيعتبر أنه إيمانويل ماكرون عنده حظ أوفر أنه يفوز بالانتخابات الرئاسية، وبالتالي عم يراهن على الحصان اللي بيعتبره رابح، وبالتالي يتخلى عن كل مبادئه وعن حزبه وعن مبادئ حزبه وراح صوت لإنسان آخر مشان يوصل للسلطة، يعني يبقى بالسلطة. تتباين استطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى تصدر مرشح حزب إلى الأمام ماكرون بنسبة 26% مقابل 25% لمرشحة اليمين المتطرف، وهما المرشحان المتوقع أن يصلا إلى الجولة الثانية المقررة في 7 أيار، فيما يحرز اليساري الراديكالي ميلانشو تقارباً مع اليميني فرانسوا فيون بنسبة 16% إلى 17% بعد تراجع شعبية الأخير إثر اتهامه بقضايا فساد. أتوقع أن مارين لوبين لها حظوظ لأنها ستتجاوز عتبة 20%. هناك يمين متطرف يعاني من الوضع الاقتصادي ووضع اللاجئين وأيضا الملف الأمني الذي يلقي بظلال قوية على هذه الانتخابات، وهناك أيضا اليسار المتطرف الذي يحاول إنقاذ الطبقات الفقيرة من الشعب الفرنسي التي تعاني من مسائل محددة. غالبية المسلمين في فرنسا وخصوصا العرب منهم لم يحسموا خيارهم بعد حول مرشحهم المحتمل، ولكن أغلبية الأصوات ستذهب أما إلى اليسار المتطرف الذي يمثله جان لوك ميلانشون، أو إلى يسار الوسط الذي يمثله بنوا هامون، أو أيضا إلى المرشح المستقل الذي يمثله إيمانويل ماكرون المرشح المستقل الذي يعتبر نفسه فوق الأحزاب. لذلك ليست هناك أصوات معينة لدى العرب، ليس يعني العرب والمسلمين هنا في فرنسا لا يمثلون كتلة موحدة تذهب أصواتهم إلى جهة موحدة. يشوب المشهد الانتخابي الكثير من الغموض وسط تردد للكثير من الناخبين الذين لم يحسموا بعد اختيارهم، ومخاوف من تحذيرات أمريكية لاحتمال قرصنة روسيا لنتائج الاقتراع كما سبق وحدث في أمريكا. تشير الاستطلاعات لاحتمال فوز ماكرون بالرئاسة، إلا أن مراقبون يرون أنه من المبكر التنبؤ بنتائج الانتخابات وأن لا نثق باستطلاعات الرأي المبكرة التي عودتنا على توقع المفاجأة دائما. لبرنامج مهجركم، غروب أحمد، باريس. ولمناقشة هذا الموضوع سيكون معنا الدكتور كميل الساري المحاضر في جامعة السوربون فرنسا. دكتور كميل، بعد الترحيب بك، بداية
هل من الممكن أن توضح لنا بعض الفوارق بين المرشحين الأبرز؟ نعم، هناك يعني مرشحين كان من المفروض أن يتأهلا للدور الثاني، وهو السيدة مارين لوبين التي تمثل الجبهة الوطنية وهو حزب قومي وعنصري ومناهض للمهاجرين وللإسلام، وكان من المفروض كذلك أن يكون في المواجهة السيد فيون الذي هو يمثل الحزب الجمهوري وهو الحزب اليمين المهيمن، وفي ظل تراجع الحزب الاشتراكي والاشتراكيين كان من المفروض أن يكون هو المؤهل للدور الثاني. وبشكل أوتوماتيكي كل الأحزاب اليسارية من اليسار المتطرف إلى اليمين سيصوتون عليه، ولكن فضيحة ما يسمى ببينيلوب جيت أي الوظائف الوهمية التي يعني هو الآن متهم رسميا من طرف القضاء، فهو تراجع إلى 16%، ولكن لا يجب حسم يعني هذه الانتخابات لأن هناك 40% من الناخبين لا يعرفون على من سيصوتون، ولكن من الأرجح أن يكون هناك لحد الآن مرشحين، السيدة مارين لوبين والسيد إيمانويل ماكرون. السيد مانويل ماكرون هو يقول أنا لست من اليمين وأنا لست من اليسار، أنا من الوسط. من الوسط. وهو كان وزير يعني وزير المالية والاقتصاد في حكومة مانويل فالس والسيد هولاند، يعني هو كان مستشار السيد هولاند في الإليزي، وهو الذي رسم السياسة الاقتصادية لفرنسا في السنوات الماضية. والآن حتى مانويل فالس الذي كان رئيس وزراء وكان من المناهضين للسيد إيمانويل ماكرون قد أعطى تصويته، ذهب لدعمه. أعذرني دكتور كميل على المقاطعة، يقول هو ربما الوحيد المؤهل لإسقاط مارين لوبين. دكتور كميل أعذرني على المقاطعة، ولكن شيء لتوضيحه لنا، وكأن المرشحين الأبرزان بالنسبة لهذه الانتخابات هما من اليمين، في ظل هيمنة الشارع اليميني الآن يبدو بأن نتائج الانتخابات ستكون لصالح اليمين في كل الأحوال. بمعنى آخر توضيح مسألة مارين لوبان هي من أقصى اليمين الأكثر تطرفا وإلى جانبها فيون، هل هي فعلا المسألة محصورة لصالح اليمين؟ أولا السيد ماكرون إيمانويل ماكرون هو كان دائما يقول أنه اشتراكي وأنه كان يعني مستشار للرئيس هولاند وأنه من اليسار، ولكن الآن عنده خطاب يجمع اليمين واليسار في آن واحد، وهو جد معتدل، وحتى الإصلاحات ليست إصلاحات يعني تنفي أو تقاوم ما فعله السيد فرانسوا هولاند، ولكن هو يقول أنا ليست عندي علاقة بالسيد فرانسوا هولاند، فهذا كله يعني من ربما هو المشكل. أن حقيقة لما يكون حزب فشل في السياسة الاقتصادية والاجتماعية كما فشل الحزب الاشتراكي، كان من المفروض أن اليمين هو الذي يسيطر، وفرانسوا فيون كان الكل يقول أنه سيكون الرئيس، ولكن في ظل هذه الفضائح يعني التي شكلت سخط عند الناخبين أنه أعطى أجر خالي يعني تصل إلى 1,000,000 يورو إلى زوجته وإلى ابنائه، وأنه أعطيت له هدايا إلى آخره تفوق آلاف وعشرة آلاف اليورو، فلذلك فهو انهار. فحتى اليمين سيصوت ربما على السيد إيمانويل ماكرون، عديد من الشخصيات في اليمين طالبت بالتصويت على ماكرون. وبشكل عام في الدور الثاني
سيكون أن السيدة مارين لوبين ستنهزم بكل وضوح. دكتور كميل، قبل أن نأتي على ذلك أود لاحقا سنأتي على مسألة توقعاتك حتى كيف ستجري هذه المسائل. الآن أنت إلى حد ما رسمت لنا صورة عامة للخارطة قبيل الانتخابات، أبرز المرشحين والتمييز بينهم، ولكن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو مواقف هؤلاء تجاه قضايا تمس السوريين المقيمين في فرنسا وبالدرجة الأولى اللاجئين، مواقفهم في مسائل لها علاقة بسياسة اللجوء، سياسة الهجرة، مسائل لها علاقة بالتعامل، إقامات العمل. فبالدرجة الأولى حبذا لو أعطيتنا النقاط العلام التي تميز بين هؤلاء المرشحين. نعم، السيدة مارين لوبين هي منذ وقبلها أبوها الذي يعني خلق حزب الجبهة الوطنية، ويعني هي في نفس التيار، فهم من المعادين الكبار للهجرة وللمهاجرين، فهم يعني يناضلون من أجل توقيف كل هجرة كيفما كانت من لاجئين أو غير لاجئين من إفريقيا أو من الشرق الأوسط. يعني هم دائما ضد الهجرة، ضد الإسلام والمسلمين، ضد كل من يمس بما يسمى بالهوية الوطنية. إذا نجاحها لن يكون في صالح اللاجئين الموجودين في فرنسا. لا، بالنسبة للمرشحين الآخرين، هل هناك من يمكن أن يكون لديه أجندة أفضل للسوريين الموجودين هناك؟ الأجندة الأفضل بالنسبة للسوريين وللمهاجرين وللاجئين هو إيمانويل ماكرون. يعني لا أقول هناك يعني من هو أفضل من إيمانويل ماكرون، قد يكون الأقل سوءا تجاه المهاجرين والسوريين والأجانب هو السيد جون لوك ميلانشون، وميلانشون يعتبر وربما عنده حدود أن يصل إلى المرتبة الثالثة، ليس الثانية، وهذه المرتبة الثالثة لا تعطي أي تأهل للدور الثاني، ولكن تعطي يعني فرصة للتعبير إلى آخره. فسيد جون لوك ميلانشون هو يعني ضد السياسات اليمينية، وهو مع استقبال المهاجرين وكذلك خصوصا اللاجئين، وعنده خطاب حول ضحايا كل يعني الحروب التي مرت في الشرق الأوسط، نقطة أخيرة إلى آخره. ولكن حذاري كذلك من السيد فرانسوا فيون، لأن فرانسوا فيون كتب كتاب حول ما يسميه بالتهديد الإسلامي، وأنه عنده أسلوب ليس بالبعيد على السيدة مارين لوبين. هو ليس من اليمين المتطرف، ولكن من اليمين، يبقى من الاتجاه اليمين، اليمين المحافظ المعادي. دكتور كميل، الوقت لا يسعفنا يعني عذرا، ولكن في نقطة أخيرة، قراءتك كيف ستكون النتائج في دورة أولى ودورة ثانية؟ أنا أظن أن هناك يعني لحد الآن السيد إيمانويل ماكرون عنده 26% من الأصوات، تتليه السيدة مارين لوبين 25%، وفيون يصل إلى 18%، ولكن هذا ربما في المفروض أن هذه الصورة ستبقى في كل تاريخ الانتخابات الفرنسية، لن تتحرك هذه الصورة وما قلته، ولكن هناك يعني علامة استفهام حول عديد من الناخبين الذين لا يعرفون على من سيصوتون في آخر المطاف. يعني بالإجمال يمكن أن نقول أن الرئيس المقبل إما إيمانويل ماكرون وهو في الدرجة الأولى، وإما فرانسوا فيون وهو في الدرجة الثانية، ولا وجود لوبين في لا، بكل تأكيد رأيناها، لأن عندنا هناك سابقة أبوها السيد جون ماري لوبين وصل إلى الدور الثاني ضد جاك شيراك، وكانت جاك شيراك حصل على 80%، من صوت على جاك شيراك؟ تعني بأن جمهور المصوتين سيذهب، نعم، مهما كان المرشح الآخر يذهب إليه. نعم، دكتور، نعم. أشكرك،
سيصوت عليه اليمين واليسار في ليمنعوا وصول مارين لوبين إلى السلطة. دكتور كميل الساري من جامعة السوربون، كنت معنا من فرنسا، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم.